بتوجيهات من سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أقامت المحافظة الجنوبية فعالية القرقعون بمشاركة كبيرة من الأطفال وعائلاتهم. وأكدت المحافظة الجنوبية أن إقامة الفعالية تأتي انطلاقا من حرصها على إحياء العادات والتقاليد البحرينية، كما أنها تعزز من مفهوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني وإحياء الموروث الشعبي. وأوضحت المحافظة أن الفعالية اشتملت على عروض تراثية وشعبية ومسابقات وتقديم الهدايا والجوائز للمشاركين الذين احتفلوا بفقرات القرقعون بالأهازيج والأناشيد الخاصة بهذه المناسبة. من جانبهم عبر الحضور عن سعادتهم بهذا الاحتفال، مشيدين بالمستوى الذي أظهرته المحافظة الجنوبية للاحتفال بمناسبة القرقعون.